إليك 5 أشياء يمكنك شراؤها لحبيبك في عيد الحب: الزهور، الورود، والتوليب، والزنبق، مثالية للتعبير عن الرومانسية والمحبة. اطلب توصيلها لمفاجأة خاصة. الشوكولاتة، صندوق من الشوكولاتة الفاخرة، أو الترفل معاملة لذيذة. اختر المفضلات أو مجموعة كلاسيكية. المجوهرات، هدية رومانسية مثل قلادة قلب أو أقراط ماسية تعبر عن حبك. المجوهرات لا تحتاج أن تكون باهظة لتكون ذات معنى. العطور، الرائحة قوية، اختر عطره عطرها المفضل أو شيء جديد لتغيير الجو. ملابس داخلية، ملابس داخلية دانتيل أو إثارة تشعل الجو. اختر شيء ملائم وأنثوي، أضف قطعاً مثيرة للمرح. الأهم أن تختار هدية مميزة تعبر عن مدى حبك. أضف بطاقة عاطفية تعبر عن مشاعرك لتجعلها مميزة. عيد الحب فرصة مثالية لجعل شريكك يشعر بالحب.